ثائر ضرر مترجم لغة الإشارة في تلفزيون فلسطين. طبعا احنا اليوم متواجدين في المسجد الأقصى من أجل ترجمة خطبة الجمعة في الجمعة الثالثة في شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك. نتمنى انه ترجمة الإشارة تكون متواجدة في جميع أيام الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. احنا بنعرف الفترة الحالية فترة صعبة على أهلنا في القدس وعلى المسجد الأقصى، لكن إن شاء الله بهمة الشرفاء من أبناء شعبنا اللي ربنا انتقاهم للدفاع عن المسجد الأقصى رح نبقى إن شاء الله دائما، ويبقوا أهل القدس دائما متواجدين وحاميين للأقصى. وإن شاء الله الفرج قريب والنصر قريب، وإن شاء الله السنة الجاي في شهر رمضان بنكون خالصين من نير الاحتلال، وبتكون إن شاء الله المسجد الأقصى محرر إن شاء الله. وبندعو كل الشعوب العربية الإسلامية صلوا في المسجد الأقصى.